اغرب عاده عندي، مش عارف هقول حاجه ما عمري ما قلتها في اي انترفيو قبل كده. اهلا، واضح احمد شاهين. اكتر حاجه مجنون عملتها في حياتي ايام الكليه، كنت رايح الكليه في يوم الصبح، وبعدين حد من صحابي قال لي يلا نطلع العين السخنه، فبدل ما نروح المحاضره وكانت محاضره مهمه جدا طلعنا على العين السخنه. دي اكتر حاجه مجنونه ممكن اكون عملتها. اغرب موقف حصل لي ان انا في بداياتي كانت عندي في البيت مش مقتنعين قوي ان انا بمثل وان انا بعمل اعلانات وحاجات شبه كده، فنزلت انا ووالدتي كنا في مول ما يعني، وبعدين بنتمشى فلقيت اسره كامله خليجيه يعني جايين بيسلموا عليا بحراره جدا، واحنا بنحب حضرتك، فبسطت قوي بقى قدام والدتي وقلت بقى خلاص بقى انا كده تمام، هيقتنعوا بقى والدنيا تمام، والناس عماله بتقول لي اهلا ومتابعينك وكده. وبعد ما وقال لي يلا نتصور مع بعض، قلت له يلا وتصوروا كلهم معايا. وفي اخر الانترفيو ده بيني وبينهم قاموا قالوا لي احنا بنحبك جدا وبنجي لك مسرح مصر، بنبقى عايزين نخش نتصور معاك يا استاذ كريم. فهم كانوا فاكريني كريم عفيفي. اكتر موقف كوميدي حصل لي في تصوير، انا في بدايتي كنت بعمل اعلانات دعائيه لشركات كتير يعني، فكان عندي تصوير اعلان في يوم، وبعدين بعتني لي اللوكيشن اللي هروح اصور فيه، وكنا بنصور في مكان كده اسمه المغربي، استوديو مغربي ده فيه كذا لوكيشن، فانا رايح علشان اصور اعلان معين، وانا بركن عربيتي ففي ناس يعني رحبوا بيا او قالوا لي الحمد لله على السلامه واهلا وسهلا، ونزلت من العربيه وخدت حاجتي والمساعد نزل طلع حاجتي، وبعدين في الاخر بعد ما طلعت الحاجه وكله تمام والستايلست طلعت عشان تختار معايا اللبس، طلع ان انا واقف في لوكيشن غلط، يعني ده مش لوكيشن اعلان انا راح اصوره، ده اعلان تاني في استوديو تاني جنبينا. اكتشفنا ان الستايلست بتقول لي انت مش ده اللبس اللي احنا متفقين عليه. اكتر حاجه شبه بخاف منها قوي وعايز اتغلب عليها الادوار العاليه، عندي فوبيا من الادوار العاليه. يعني انا لحد وقتنا هذا انا ما رحتش البرج، ودي حاجه طبعا مشكله. لما كنت زمان صغير وبنروح الرحلات بتاعه المدرسه، فكان بيبقى عندي مشكله جامده جدا، فانا بستناهم تحت ما بطلعش معاهم البرج. لو رحنا الاهرامات فكانوا بيطلعوا هم الكام سلمه كده او يطلعوا يفضلوا، انا ما فيش الكلام ده، انا قاعد تحت بالسندوتشات، عايز حاجه بينزل ياخد مني سندوتشات وعصير ويطلع تاني. اغرب عاده عندي، مش عارف هقول حاجة مع عمري ما قلتها في أي انترفيو قبل كده. أنا لازم كل يوم الصبح قدام المراية، مراية الحوض يعني، لازم أسند إيدي كده وأفضل باصص للمراية شوية لحد ما أفوق. يعني أنا معرفش ده ليه، بس دوت بعمله يوميا، فممكن كمان أكون مش ببص لنفسي في المراية كنوع من أنواع فكرة إن الناس اللي بتبص بقى بتحب تبص على نفسها وتشوف نفسها، لا أنا ممكن أكون باصص وأنا مغمض. بس انا لازم اقوم ساند كده مثلا لمده 30 ثانيه لمده دقيقه كده افتح الحنفيه بتاعه الحوض. شكرا، واضح.